بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من مؤشر النيل، أصدرت فيها بالأرقام والتحليل مؤشرات البورصة المصرية، والتي تبين أداء مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، حيث تراجع مؤشر البورصة الرئيسي إنفيكتورتي بنسبة 32% ليبلغ مستوى 8351.7 نقطة. وشملت التراجعات أيضا مؤشر إي جي إكس 20 محدد الأوزان النسبية، والذي تراجع هامشيا بنسبة 1% ليسجل نحو 8531.47 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 65% ليصل إلى 365.75 نقطة. وصعد أيضا مؤشر إي جي إكس 100 أوسع نطاقا بنسبة 23% مسجلا 858.2 نقطة. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع العقارات هو الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 26.41%، تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 18.62%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 17.23%، بينما حل قطاع منتجات منزلية وشخصية رابعا بنسبة 9.64%. وبالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق اليوم، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء، واستحوذوا على نسبة 94.51% من إجمالي التعاملات، بينما اتجه العرب نحو البيع وحصلوا على نسبة 1.83%، كما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع أيضا واستحوذوا على نسبة 3.67%. يأتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الأفراد نحو البيع واستحوذوا على نسبة 23.38%، في حين مالت المؤسسات نحو الشراء وحصلت على نسبة 76.61% من إجمالي التعاملات. هذا وقد سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المتداولة بالبورصة المصرية تراجعاً طفيفاً بلغ قرابة 200 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 418 مليار و400 مليون جنيه، وذلك بعد تداولات إجمالية بلغت 1.5 مليار جنيه، منها 1.5 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين. مشاهدينا، وللمزيد من التحليل والتوضيح لأداء البورصة المصرية اليوم، ينضم إلي في استوديو النيل الأستاذ وائل عنبة خبير أسواق المال. أهلا بك أستاذ وائل. اسمح لنا نتابع تقرير حول أداء البورصة اليوم ونعاود للتحليل. مشاهدينا، نتابع هذا التحليل حول أداء البورصة اليوم ونعاود مرة أخرى للتحليل. مكسوة باللونين الأحمر والأخضر، أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات في دلالة على تباين أداء أسهمها بين الارتفاع والانخفاض الأحد بداية تعاملات الأسبوع. السوق تأثرت باختلاف اتجاهات المستثمرين وسط عمليات جني للأرباح نسبية على الأسهم الكبرى والقيادية، قابلها تحول جزئي للسيولة نحو الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المتداولة بالبورصة المصرية تراجعا طفيفا بنحو 200 مليون جنيه، ليغلق عند 418 مليارا و442 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية تجاوزت 1.5 مليار جنيه، منها أكثر من 1 مليار جنيه تعاملات بسوق سندات المتعاملين الرئيسيين. مؤشر البورصة الرئيسي جيك 30 تراجع بنسبة 32%، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جيك 70 بنسبة 65%، وزاد مؤشر جيك 100 الأوسع نطاقا بنسبة 23%. التداولات شملت 174 سهما، ارتفع 78 منها وتراجع 55 سهما، واستقر 41 سهما عند مستوياتها السابقة. وأشار الوسطاء إلى أن الأسهم الكبرى والقيادية كانت قد شهدت ارتفاعات قوية في الجلسات الماضية، وشهدت عمليات جني للأرباح في مستهل التعاملات، لكنها عاودت التعافي في الربع الأخير من جلسة التداول.
وأضاف الوسطاء أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات بدأت تجذب السيولة من السوق، خاصة من جانب المستثمرين الأفراد استغلالا لأسعارها الجاذبة وعدم ارتفاعها في الجلسات الماضية، وسط توقعات بمزيد من النشاط في الجلسات المقبلة. محللون ماليون أكدوا أن السوق لا تزال تترقب نتائج إعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ووصول الشريحة الأولى من قرض الصندوق، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي. أهلا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا، وأجدد ترحيبي بضيفي في الاستوديو الأستاذ وائل عنبة. أهلا بك أستاذ وائل. أهلا بك. يعني الكل توقع أن اليوم ستشهد البورصة صعود وصعود قوي لجميع مؤشراتها على خلفية التواصل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولكن التوقعات ما كانتش سليمة وفوجئنا النهاردة بوجود تباين لمؤشرات البورصة. تفسير حضرتك لذلك؟ هو يمكن في بداية الجلسة النهاردة حصل بيع مفاجئ في سهم البنك التجاري الدولي اللي هو بيحتل أعلى وزن في مؤشر إي جي إكس 30 على سعر ينخفض عن سعر التداول حوالي 4%. نعم. فعشان كده أدى إلى انخفاض الإغلاق بتاعه وأدى إلى انخفاض المؤشر. ولكن القوة الشرائية في السوق النهاردة يمكن بدأت تتجه أكتر للأسهم الصغيرة والمتوسطة. نعم. عشان كده بنلاقي إي جي إكس على 70، عشان إي جي إكس 70 على صعود، عشان يعوض الفرق الكبير اللي موجود ما بين اسهم اي جي اكس 70 بمستوياتها السعريه بمؤشرها وما بين اي جي اكس 30 بمستوياته السعريه بمؤشره لبعض الاسهم القياديه. فجوه كبرت. احنا زمان يمكن من قبل 2008 كان دايما لو اي جي اكس 70 اي جي اكس 30 ب 10000 نقطه نلاقي اي جي اكس 70 ب 1000، لو ده ب 9000 نقطه تلاقي ده ب 900، لو 8000 نقطه 800. النهارده اي جي اكس 30 8000 نقطه واي جي اكس 70 365، فالفجوه كبيره قوي. المستوى الاسعار اللي فيها اي جي اكس 70 لا يتناسب، مغريه جدا، ولذلك بدات القوى الشرائيه تخش عليها النهارده وبدانا نحسها وبدات تصعد في حين بتنسحب من بعض الاسهم القياديه في اي جي اكس 30، وعشان كده شفنا التباين ان في هبوط هنا وفي صعود هنا. طب ما هو ده برضو محتاجين له تفسير، يعني اسباب توجه المستثمرين وهنقول الافراد اكتر كمان والمضاربين اكتر للشراء في هذا التوقيت. حاجتين، اولا الجاذبيه السعريه للاسهم بتاعت اي جي اكس 70 الصغيره والمتوسطه، اسعارها قليله قوي فليها جاذبيه باعتبار الاسعار الثانيه غليت، فاي داخل للسوق هيخاف ان هو يشتري في الاسعار اللي عليت ويبدا يفكر في الاسعار اللي لسه ما اتحركتش. نعم. الحاجة التانية اللي حصل الأسبوع اللي فات أن إدارة البورصة تركت سهم بيلتون بدون إلغاء عمليات، فبدأ يصعد وبالتالي شجع المضاربين على أن هم يخشوا على الأسهم الصغيرة ويضربوا عليها، وشفنا أكتر من سهم بدأ يصعد مع سهم بيلتون حوالي 20-30% في الأسبوع الماضي. نعم. فيمكن الحاجتين دول شجعوا المضاربين أن هم أولا يبدأوا يضربوا على الأسهم التانية بعد ما البورصة بدأت تترك سهم بيلتون بدون إلغاء عمليات، والانخفاض السعري اللي فيه الأسهم عمل نوع من أنواع الجاذبية ليها. نعم. طب النهاردة التداولات لم تتخطى النصف مليار جنيه تقريبا، رأيك تفسيرك لهذا الهبوط في حجم التداولات؟ يوم الحد دايما أحجام تعامله بتبقى قليلة لسببين. السبب الأول إنه بيبقى لسه الصناديق الأجنبية والعربية ما بتكونش موجودة في السوق بقوة، البورصات العالمية قافلة يوم الحد فإحنا بورصتنا شغالة، فكل بينتظر افتتاح البورصات العالمية يوم الاثنين، وبالتالي حركة الأجانب بتبقى أنشط عموما في الأيام التانية غير يوم الحد. نعم. الحاجة التانية إن القوى الشرائية من المؤسسات المصرية النهاردة كانت ضعيفة. نعم. عشان كده السوق عمل تداول قليل. طيب يعني إحنا ما زلنا بنتحدث في يعني في مدار الحديث عن قرض صندوق النقد الدولي أو تمويل صندوق النقد الدولي وتأثيره على البورصة بصفة عامة. احنا في 2011 تقريبا كنا بنتحدث عن تمويل بقيمه 4 مليار دولار من الصندوق. النهارده في 2016 بنتحدث عن موافقه بقيمه 12 مليار دولار من الصندوق، وتم تقريبا التواصل الاتفاق حواليهم. رايك شايف ان زياده هذا المعدل يمكن بثلاث اضعاف تقريبا ده يعكس ثقه من الصندوق في البرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري؟ حاجتين، اول حاجه احنا حصتنا في الصندوق زادت، فحصتنا لما زادت بقى حقنا في الاقتراض من الصندوق أكبر. زاد اكبر، فعشان كده الحصه او القرض اللي جاي
كبير 12 مليار دولار. الحاجه الثانيه احنا عندنا الفجوه التمويليه كبرت بشكل كبير، 25 مليار دولار فجوه تمويليه، فعشان تعالجيها محتاجه برنامج اصلاحي كبير، وده اللي عملته الحكومه انها تقدمت ببرنامج اصلاحي كبير، وقصاده في مساعدات او حزمه مساعدات اقتصاديه جايه بتتمثل في الاتي: 12 مليار دولار من صندوق النقد، 3 مليار دولار من البنك الدولي، 1.5 مليار دولار من بنك التنميه الافريقي، 1.5 مليار دولار احنا اصول هنبيعها، 3 مليار دولار سندات هتطرحها الدوله الشهر القادم في الاسواق العالميه. حزمه ب 21 مليار دولار عشان الاقتصاد في حاله محتاج حقن سريعه عشان تقومه. وانا هنا عايز اقول كلمتين. الكلمه الاولى: هذه الفرصه جاءت للمجموعه الاقتصاديه على الطبطاب، عارفه لما احنا بنقول مثل بلدي كده، جت على الطبطاب. لاعاده الاتزان مره اخرى الى الاقتصاد المصري. فدي فرصه جات لكم اهي، لازم تستغلوها لاعاده الاتزان، ما ناخدش هذه الفلوس وتضيع زي اللي جت قبل كده منح ومساعدات. لا، ما هو ده برضه هياخدنا لسؤال، هل هيك يعني، هل سيتم توجيه هذه الفلوس لقنوات زي سد عجز الموازنه وما الى ذلك، ام سيتم توجيهها لاستثمارات بحيث انها تبقى لعجله الاقتصاد بتسير في الفتره وفي السنوات القادمه؟ انا بقول ان الدفعه الاولى اللي هتيجي اجباري غصب عننا هتتوجه لسد عجز الموازنه، الدفعه الاولى. ولكن الدفعات اللي جايه اللي بعد كده لابد من توجيهها الى ثلاث نقط، ثلاث حتت مهمه جدا. اولا لازم انها تتوجه الى استثمار في البنيه التحتيه، ودي اللي هتقوم الاقتصاد، استثمار في التعليم عشان نستثمر في المواطن المصري، التعليم والصحه. ادي الثلاث نقط اللي احنا محتاجينهم لو قدرنا ان احنا نقومهم. لكن مش انشاء مصانع واستثمارات؟ والله والله البنيه التحتيه دي تشمل ان البنيه التحتيه طرق وكباري وعوده المصانع للانتاج مره اخرى، ده جزء، وده جزء مهم جدا. الجزء الثاني التعليم، الجزء الثالث الصحه، وده مطلوب. طب الحكومه عشان تعمل كده بدات تفكر في برنامج اصلاحي بعده نقط. النقطه الاولى ان هي بتحاول تزود ايراداتها، فبدات تفكر في ضريبه القيمه المضافه وخلافه. النقطه الثانيه ترشد الدعم، في دعم موجود مش هيتلغي ولكن يتم ترشيده، ان انا ادي للطبقات الاقل دعم اكتر من الطبقات الاعلى. وده يمكن برضه، ما هو ده يمكن اللي هيخلينا نقول ان في فريق كبير جدا ضد التمويل صندوق النقد الدولي فعلا، لان لديه مخاوف كبيره من الموافقه على اي شروط ربما يفرضها الصندوق على الحكومه المصريه. مظبوط مظبوط، في تخوف كبير في الشارع المصري. طب حضرتك مع انهي رايك؟ انا الاول انا هقول ان الضرورات تبيح المحظورات، احنا في ضروره وعندنا مشكله، احنا بنقترض من السوق الداخلي بسعر فايده الدولار، احنا لغايه 5.5% في الدولار و6%. الصندوق جايب لك النهارده قرض ب 1.5%، يعني فرق في سعر فايده كبير قوي، مع تسهيلات في السداد توصل ل 13 سنه، 3 فتره سماح و10 سنين فتره سداد. فاذا بالمقارنه الاقتصاديه ما بين القرض وما بين اللي بنحصل عليه من السوق الداخلي او الاسواق العالميه، لا هي المقارنه لصالح الصندوق. التخوف من البرنامج الإصلاحي اللي هيتم، لذلك أنا بقول هو البرنامج الإصلاحي ده هو برنامج محطوط الحكومة المصرية حطاه وعرضته على الصندوق، الصندوق وافق، الصندوق هيبقى رقيب على الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج. البرنامج ده فيه نقط: ترشيد دعم، تقليل مصروفات، في زيادة إيرادات، ففي ضرائب هتفرض، في تأثير هيحصل على سعر الصرف وبالتالي تأثير على الأسعار في السوق. الحزمة دي أعتقد إن هي هتبقى أضرار مؤقتة، وبعد كده السوق هيوزن. طب هل الحكومة في إيديها أي إجراءات تاخدها للتوازن، لإحداث توازن مع تلبية شروط الصندوق، مع برضو إن إحنا ما نرفعش ونزودش المعاناة عن محدود الدخل؟ هو حاجتين مهمين جدا الحكومة لازم تقوم بيهم. أول حاجة مراقبة الأسواق وبقوة، لأن التجار والأسواق بترتفع الأسعار فيها بشكل مبالغ فيه. يعني حتى لو سعر الصرف الدولار ارتفع 10%، بنلاقي الاسواق ارتفعت قصاده 20 و30%. فدي اول نقطه، مراقبه الاسواق. النقطه الثانيه الانتاج، ان هي تبدا توفر المناخ الجيد للمصانع، ان هي تقوم بعمليات انتاجيه عشان تعوض الاسعار المرتفعه اللي احنا بنستورد بيها. فان انا ابدا ان انا اشجع المصانع دي واوفر لها البيئه المناسبه ان هي تقوم بعمليات الانتاج اللي تغطي لي جزء من احتياجات السوق الداخلي. طب ما هو التاثير المتوقع للدفعه الاولى، يعني من تستلم مثلا الدفعه الاولى من الصندوق
على سعر الدولار في السوق، خاصة في السوق الموازي طبعا. في البداية أنا بقول إن قبل ما نستلم الدفعة الأولى في إجراءين هيحصلوا. الإجراء الأول رفع سعر الفايدة على الجنيه المصري مرة أخرى. الإجراء الثاني تخفيض قيمة الجنيه المصري، تخفيض جديد غير التخفيض اللي تم في شهر مارس ب 14.5% عشان نقرب شوية من السوق الموازي، من سعر الدولار في السوق السوداء. فالإجراءين دول لو تموا مع الشريحة اللي هتيجي في الأول أعتقد هيحصل اتزان لسعر الصرف، ولكن عند نقطة أعلى من النقطة اللي هو موجود عليها في البنوك. احنا حاليا في البنوك 8 جنيه 88 قرش ودي سعر نظري. ما هوش سعر جاذب لأي حد إنه يبيع عليه، لأن السوق بيتكلم في أسعار أعلى من كده. فلازم إن جوه البنوك نرفع شوية ونرفع سعر الفايدة على الجنيه مرة تانية عشان نحاول إن احنا ندي قوة للجنيه المصري، وفي نفس الوقت نبدأ نشجع الناس إنها تغير عملتها داخل الجهاز المصرفي. بجانب ان الجهاز المصرفي لازم يقوم بحاجه ثانيه مهمه جدا، انه يبدا ان هو يزود فترات السماح باستبدال العمله، بدل ما هي فترات العمل الرسميه من 8 ل 2 لا يعمل فتره مسائيه بعد الظهر. يفتح البنوك، زمان كنا في التسعينات بنشتغل في البنوك شفتات بعد الظهر لاستبدال عمله، مع رفع سعر الدولار جوه البنوك عشان نشجع الناس ان هي تيجي تغير جوه البنك بدل ما تروح للسوق السوداء. وما يتمش، ما يكونش في حد اقصى للتغيير، ده برده متهيألي مطلب. بس برافو عليك، الثقه على فكره، الثقه هي اللي تولد الفلوس. لازم ارجع الثقه تاني للمتعاملين. انا عدم وجود ثقه خلت الناس تخلي الدولار جوه البيوت وتخاف توديه البنك. عشان البنك ساعات بيشترط حد اقصى في السحب وحد اقصى في الايداع، الحدود دي خطر غلط. الدولار اللي موجود جوه البيوت دلوقتي بقى اعلى من الاحتياطي النقدي، تخيل بقى. لان الناس بدات تقول تكنز الدولار، لان هتوديه البنك مش هتقدر تسحبه، مش هتقدر تاخده بالدولار زي ما حطيته بالدولار. وبعدين يعني في ملحوظه كده في الفتره الاخيره، ان حضرتك لما تيجي تعمل اي ايداع في بنك، خاصه لو ايداع دولاري، لازم يسألك في بعض أسئلة أهمها، من أين لك هذا وإثباتها وما إلى ذلك. فطبعاً أي مواطن بيستسهل وفيحتفظ بيحتفظ بيه، فدي إجراءات برضو يعني إجراءات مقيدة شوية ومقيدة شوية، لأن ما تشجعش أن الواحد يروح يحط أو المواطن يروح يحط فلوس. ما احنا بنقول الحاجات دي لازم إعادة النظر فيها. في بكرة اجتماع المحافظ المركزي مع رؤساء البنوك، أتمنى أنه هياخدوا مجموعة إجراءات تعيد الثقة تاني لحائز الدولار، انه يرجع يثق تاني انه ممكن بعد بكره يعمل ايداع في البنك بالدولار، واليوم اللي بعده يسحبه تاني بالدولار من غير ما البنك يجبره على تغييره بالجنيه المصري. تحولات العاملين بالخارج اللي انخفضت بشكل كبير الفتره الاخيره، اسبابها ايه؟ من ضمن اسبابها ثلاث اسباب مهمه جدا، من ضمنها اول نقطه دي انخفاض انعدام الثقه. ان هو خايف يحول عن طريق الجهاز المصرفي، يجي يروح يقبضهم بالدولار البنك يرفض ويديله بالجنيه بالسعر اللي هو 8.88. فدي اول نقطه. النقطه الثانيه ان اسعار البترول انخفضت بشكل كبير، فعوائد العاملين بالخارج انخفضت لانهم بيشتغلوا في الدول العربيه المنتجه للبترول. الحاجه الثالثه ان نفس الدول العربيه بدات تتجه الى التوطين، ان هي تشغل مواطنيها بشكل كبير، وبدات تقلل من اعتمادها على العاملين اللي جاي لهم من الخارج. فالثلاث اسباب دول قللوا من قيمه التحويلات المصريين العاملين بالخارج. طب انا ابدا اشجعهم ان انا ارجع لهم الثقه تاني، ان انا اديهم سعر صرف اعلى شويه جوه البنوك عشان اشجعه. يعني يبقى سعر خاص بيهم هم بس للتحولات من الخارج؟ لا، هو هيبقى السعر عام للكل، ويريتي انه يميز التحولات من الخارج، ما فيش مشكله. يعني كتشجيع، احنا زمان على فكره، انا يعني كنت بشتغل في احد البنوك زمان، احنا كان عندنا حاجتين في البنوك اسمها دولار معلوم المصدر ودولار غير معلوم المصدر، وكان ده له معامله غير المعامله دي. فانا ممكن ادي سعر تشجيعي كاجراء استثنائي، كاجراء استثنائي للعاملين بالخارج اثناء تحويلهم لاسرهم هنا في مصر، اديهم سعر تشجيعي عشان ارجع تاني اعلي الحصيله بتاعه المصريين العاملين في الخارج، اللي هي تبدا تعلى مره اخرى لانها انخفضت بشكل كبير الفتره. طيب انا يمكن من خلال الخبراء الاقتصاديين بيجوا البرنامج هنا بنسمع كثير من المقترحات اللي بتبقى مشجعه جدا، اللي ممكن لو الحكومه استمعت ليها تكون مخرج كويس لحل الازمات. هل كل هذه الحلول اللي بتطرح من خلال كل وسائل الاعلام ما بتوصلش الحكومه ان يتم العمل بيها او دراستها؟ بتوصل وبتتنفذ، وعن تجربه شخصيه. انا من خلال مؤشر النيل من حوالي شهرين كان ليا حلقه معاكم، اقترحت فيها ان الحكومه تحصل قيمه ترددات الجيل الرابع المحمول بالدولار الامريكي، وكان ضمن اقتراحاتي لزياده موارد الدوله من الدولار ان هي تبيع هذه الترددات بالدولار. عندها ثلاث شبكات محموله عامله في مصر، لها شبكات ام في الخارج تقدر تبعت لها دولار، عندها شبكه الوطنيه اللي هي المصريه للاتصالات. فاحنا اقترحنا ده من خلالكم هنا،
وبالفعل الحكومه استجابت وتم التنفيذ ب 50%. طيب ربما المقترح الاخر بتاع الدولار الاستثنائي للعاملين بالخارج، برضو تحويلات العاملين بالخارج ربما يتم الاستماع عليها باذن الله. طيب برضو في اطار الحديث عن شروط صندوق النقد وما يتطلبه من رفع من الدعم، يعني يمكن وجدنا في الفتره الاخيره بعض الاجراءات من قبل الحكومه زي قانون القيمه المضافه وايضا رفع الدعم عن الكهرباء او الدعم التدريجي، رفع التدريجي للدعم. هل شايف ان هل مثلا زياده المرتبات هي الحل كمحل مقابل لهذا الرفع وزياده الاسعار، ام هناك اجراءات اخرى ممكن تتخذها الحكومه؟ الاول احنا نقول الاجراءات دي اتخذت ليه. من ضمن طلبات صندوق النقد ان احنا نخفف الدين العام من 98% كنسبه للناتج المحلي الى 88%. عايز تخفيض كبير قوي، 10% في سنتين ده لازم له اجراء قاسي. ايه الاجراء القاسي؟ انا عندي الدين العام ده بيزيد عشان عجز الموازنه كل سنه عمال يزيد، فبقترض فالدين بيزيد. فبدانا نفكر في تزويد جانب الايرادات، فبدانا نفكر في القيمه المضافه عشان اعلي شويه جانب الايرادات. واقلل جانب المصروفات عشان العجز يقل. جانب المصروفات عندي حاجتين مهمين جدا، الدعم، فبدا يحصل تفكير في ترشيد الدعم وليس الغائه. ان انا ادي للفقير اكتر ما بدي شويه للاعلى منه شويه. الحاجه الثانيه الاجور، انا عندي الدعم في الموازنه وعندي الاجور، الاجور لوحدها 220 مليار جنيه، رقم كبير جدا. فبدا التفكير في قانون الخدمه المدنيه عشان احاول، دول اهم بندين عندي بيصرفوا لوحدهم نص الموازنه، 25% و25% على بندين. فالاجراءات ان انا اعلي جانب الايرادات واقلل جانب المصروفات عشان العجز يقل شويه وبالتالي الدين يبدا يقل شويه. فده طيب. الاجراء اللي بيتاخد. طيب يعني في النهايه معلش احنا وقتنا قصير، كنا حابين نستفيد من كلام حضرتك، ولكن يعني في النهايه حابين نعرف توقعات حضرتك لاداء البورصه غدا باذن الله. أنا هتكلم على غدا وعلى المستوى الفترة اللي جاية. إحنا تجربة حية حصلت في 2004 بعد نجاح الحكومة في السيطرة على سعر الدولار ساعتها، لما حصل تحرير لسعر الصرف وطلع الدولار لغاية مستوى 7 جنيه وبدأ ينخفض عند 5.5 وثبت عليها 5 سنين. شفنا 4 سنين في البورصة صعود قوي جدا وصعود متواصل وحصل فيه طفرات سعرية. أنا بقول لو نجحت الحكومة في السيطرة على المشكلة اللي إحنا فيها وتقريب سعر الصرف المحل اللي داخل البنوك الى سعر السوق السوداء، هنلاقي استثمارات داخله جامده جدا من الاجانب والعرب، وبالتالي هنشوف طفره سعوديه، ويمكن الاسهم الصغيره والمتوسطه ينوبها من الحظ جانب بشكل كبير، فهنلاقي صعود ان شاء الله في الفتره الجايه، هنشوف ارقام جديده رغم ان احنا شفنا 8300 المؤشر، لا انا بتوقع ان شاء الله نشوف ارقام اكثر ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا استاذ وائل عنبه خبير اسواق المال، شكرا جزيلا. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وغدا بإذن الله حلقة جديدة وفريق عمل جديد. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.